مشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة، كلفت الهيئة الهندسية يا فندم بتنفيذ مشروعات حياة كريمة في 27 مركز في محافظات مصر المختلفة. خاصة منهم محافظة البحيرة 6 مراكز بإجمالي 42 وحدة محلية و194 قرية، وإجمالي عدد مشروعات 1498 بمتوسط نسبة تنفيذ 75.4. مشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة في 10 قطاعات: مياه الشرب، مية واحد مشروع تم البدء في جميع المشروعات بمتوسط نسبة تنفيذ 84.4، منقسمين إلى 77 مشروع خطوط مياه بطول 645 كيلومتر بمتوسط نسبة تنفيذ 95%. تم تسليم عدد 69 خط للبدء في أعمال الوصلات المنزلية طبقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، 15 محطة تحلية وتنقية ورافع بنسبة تنفيذ متوسطة 40%، 9 بئر بنسبة تنفيذ 100%. تم الانتهاء من عدد 57 مشروع كاملا، عدد 48 خط مياه وعدد 9 بئر مياه. دي بعض صور المشروعات في قطاع المياه في مراكز محافظة البحيرة: دمنهور، وادي النطرون، كفر الدوار، ابو المطامير، حوش عيسى، وابو حمص. قطاع التنمية المحلية إجمالي عدد المشروعات 42 مشروع، نسبة التنفيذ الإجمالية 100%، تم نهو جميع المشروعات. دي يا فندم صور لبعض المشروعات التي تم تنفيذها في مراكز محافظة البحيرة: قرية الأبعادية الجديدة في دمنهور، قرية صنهور في دمنهور، قرى أبو بكر وزاوية صقر في أبو المطامير، قرى البرنسيسة والكوم الأخضر في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون، بولين في كفر الدوار، جواد حسني في أبو حمص. قطاع الري عدد مشروعاته 53، منقسم ل 42 كوبري إنشاء جديد و 11 كوبري رفع كفاءة بنسبة تنفيذ 98.3، وتم الانتهاء من عدد 52 مشروع من ال 53. دي بعض الصور يا فندم للكباري اللي تم تنفيذها: الأبعادية في دمنهور، كوم تقالة في أبو حمص، كوبري الوزارة في أبو حمص، كوبري كوبانية أبو قير في كفر داوود، كوبري العسكر في أبو حمص، وكوبري جليلة في أبو حمص. قطاع الشباب والرياضة 168 مشروع، منقسمين إلى 100 مشروع إنشاء جديد، 68 مشروع رفع كفاءة بنسبة تنفيذ متوسطة 98.3، وتم نهو 140 مشروع. بعض الصور للمشروعات التي تم نهوها: قرية الشوكة في دمنهور، قرية أحمد شوقي في أبو المطامير، فرهاش في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون، الجوابيس في كفر الدوار، والعشرة في أبو حمص. قطاع الزراعة 42 مشروع، منقسم لأربع نماذج
نموذج رقم واحد ونموذج رقم اتنين، نموذج رقم واحد 2 مشروع، نموذج رقم اتنين 35 مشروع، نموذج رقم 3 2 مشروع، نموذج رقم 4 3 مشروع. تم البدء في جميع المشروعات بمتوسط نسبة تنفيذ 95.4%، تم الانتهاء من عدد 35 مشروع وتسليمهم. صور بعض المشروعات في قطاع الزراعة اللي تم نهوها: قرية الأبعدية في دمنهور، قرية زاوية صقر في أبو المطامير، الأبقعين في حوش عيسى، الحمرة في وادي النطرون، الأمراء في كفر الدوار، جواد حسني في أبو حمص. قطاع التضامن الاجتماعي 23 مشروع منقسمين إلى 14 مشروع إنشاء جديد، 1 وحدة اجتماعية، 11 مركز تنمية أسرة، 2 مركز تأهيل، وعدد 9 رفع كفاءة. تم البدء في جميع المشروعات يا فندم متوسط نسبة تنفيذ 80.9%، وتم نهو عدد 12 مشروع. صور بعض المشروعات اللي تم تنفيذها أو الجاري تنفيذها في قطاع التضامن الاجتماعي: قرية الأبعدية الجديدة في دمنهور، الحلوجة في أبو المطامير، كوم الفرج في أبو المطامير، الأبقاعين في حوش عيسى، بني سلامة في وادي النطرون وعزب حوش عيسى، سيدي غازي في كفر الدوار، وكوم القناطر في أبو حمص. في قطاع الصحة 218 مشروع مقسمين إلى 150 مشروع إنشاء جديد، 50 مشروع رفع كفاءة، 18 مشروع تطوير، ومقسمين مرة أخرى إلى 173 وحدة ومركز طب أسرة و45 نقطة إسعاف. تم البدء في جميع المشروعات يا فندم متوسط نسبة التنفيذ 80.1%، تم نهو عدد 92 مشروع. صور بعض المشروعات التي تم تنفيذها في مراكز محافظة البحيرة: عزب نقرها في دمنهور، صدناوي في أبو المطامير، الشعراوي في حوش عيسى، الهدى والتقوى في وادي النطرون، مرتانة في كفر الدوار، أبو إسماعيل في أبو حمص. قطاع الصرف الصحي إجمالي عدد المشروعات 696 مشروع منقسمين إلى 202 شبكة انحدار بطول 2070 كيلو متر طولي. تم تسليم منهم يا فندم عدد 120 شبكة لشركة البحيرة للصرف الصحي والمياه الشرب للبدء في أعمال الوصلات المنزلية، 23 محطة معالجة، 274 رافع صرف صحي، 197 خط طرد بطول 901 كيلو متر طولي. متوسط نسبة التنفيذ 51.9%، وتم الانتهاء من 68 مشروع بنسبة 100%. بعض صور المشروعات اللي بتتم في مراكز محافظة البحيرة: كفر داوود اللي حضرتك مشرفها النهاردة يا فندم في وادي النطرون شبكة انحدار، الشهداء في وادي النطرون، أبيس 4 كفر الدوار، بدوي كفر الدوار، محطة رفع، بلقطر الغربية في أبو حمص، كفر حصام أبو حمص، المخايد في مركز دمنهور، المنشية الإبراهيمية في دمنهور، الشيخ متولي الشعراوي في أبو المطامير، آدم في أبو المطامير، علي بن أبي طالب في حوش عيسى، والكوم الأخضر محطة رفع في حوش عيسى.
مجال الكهرباء 72 مشروع، بينقسم إلى جهد متوسط وجهد منخفض، كابلات وهوائيات جهد متوسط بإجمالي 5352 كيلومتر طولي، 35528 عمود جهد متوسط، 1310 محول، كابلات جهد منخفض 2511 كيلومتر طولي و164 ألف عمود جهد منخفض و13656 كشاف إنارة، متوسط نسبة التنفيذ 33.6، وتم تسليم عدد 3 مشروع في قرى الأسبقية العجلة. وإن شاء الله يا فندم إحنا مخططين إن إحنا بعد انتهاء أعمال البنية التحتية في المياه والصرف الصحي وبالتزامن مع وصولها لنسبة 70% إن إحنا نكثف عمالتنا في مشروعات الكهرباء. قرية صنهور في دمنهور، قرى الحمراء في وادي النطرون، مريوط في أبو المطامير، سيدي غازي في كفر الدوار، وكل حضرتك اللي قدام حضرتك دي كلها موزعات جهد تم البدء فيها وتم الوصول فيها لنسب 90% و95%. أبو الشقاف في حوش عيسى والجرادات في أبو حمص منتهي بنسبة 100%. قطاع الطرق بإجمالي 83 مشروع طرق رئيسية أسفلتية داخل القرية بطول 210 كيلو متر بعروض مختلفة من 6 إلى 10 متر بمتوسط نسبة تنفيذ 22.4، وطرق رئيسية داخلية تربة مثبتة بطول 550 كيلو متر بعروض من 3 إلى 8 متر. تم بدء 14 مشروع وهيتم يا فندم بدء باقي المشروعات بالتزامن مع انتهاء ووصول أعمال المرافق المختلفة مية وصرف صحي والكهرباء والغاز والاتصالات لنسب 30% و40% و50%. ودي سيادتك بعض الصور لأعمال الطرق اللي تم تنفيذها في مركز دمنهور قرية الأسبقية العجلة الأبعادية الجديدة، صنهور في دمنهور، زاوية صقر في أبو المطامير قرى أسبقية عجلة، عزب دفشو في كفر الدوار، أبو الشقاف في حوش عيسى، الخريجين في وادي النطرون. أطمن سيادتك على قرى الأسبقية العجلة. عندنا يا فندم في محافظة البحيرة 2 قرية أسبقية العجلة تم نهو جميع الأعمال الأبعادية الجديدة بإجمالي عدد 9 مشروع بنسبة تنفيذ إجمالية 100%. زاوية صقر بإجمالي 4 مشروع بنسبة تنفيذ إجمالية 100%. بعض الصور اللي تنفذت يا فندم وخلصت وتم الانتهاء منها، مجمع خدمات المواطنين في الأبعادية الجديدة، صور خارجية وصور داخلية لمجمع خدمات المواطنين، مركز طب أسرة، صور خارجية وأعمال هيكل خرساني وتشطيبات، أعمال تشطيبات داخلية، نقطة إسعاف الأبعادية الجديدة، أعمال تشطيبات خارجية وتشطيبات داخلية ومنتهي بنسبة 100%. جمعية زراعية الأبعادية الجديدة، تشطيبات خارجية وموقع عام، تشطيبات داخلية، وحدة اجتماعية، هيكل خرساني وتشطيبات خارجية، تشطيبات داخلية، مبنى وملعب في مركز شباب الأبعادية الجديدة، تشطيبات خارجية وأعمال تنسيق موقع عام في الملعب وغرفة خلع الملابس، وأعمال تنسيق موقع عام ورفع كفاءة للمركز الاجتماعي، وأعمال تنجيل الملعب
القانوني الخماسي كوبري الأبعادية الجديد شبكة توزيع الكهرباء الجهد المتوسط والمنخفض في قرية الأبعادية الجديدة محولات وأكشاك وأعمدة جهد متوسط وأعمدة جهد منخفض وموصلات جهد طرق أسفلتية في قرية الأبعادية الجديدة بإجمالي طول 1.9 كيلو مجمع خدمات المواطنين في مركز أبو المطامير محافظة البحيرة خارجي وداخلي يا فندم وحدة صحية طب أسرة زاوية صقر تشطيبات خارجية وتشطيبات داخلية جمعية زراعية زاوية صقر مركز أبو المطامير بنسبة تنفيذ 100% نموذج رقم 2 إحلال وتجديد طرق بطول 1 كيلومتر داخل قرية زاوية صقر بتخدم المنشآت الخدمية اللي هيعد عليها المواطن المجمع الخدمات أو الجمعية الزراعية أو الطريق الواصل للوحدة الصحية مركز وادي النطرون اللي حضرتك مشرفه النهاردة 4 مجلس قروي عدد المشروعات 113 مشروع منقسمين إلى 9 قطاعات بنسبة تنفيذ متوسطة 73.6 قطاع مياه الشرب 19 مشروع قطاع الصرف الصحي 46 مشروع قطاع الصحة 21 مشروع الشباب والرياضة 7 مشروع الزراعة 3 مشروع الكهرباء 7 مشروع الطرق 4 مشروع الموقف التنفيذي للمشروعات داخل مركز وادي النطرون تم البدء في جميع المشروعات 113 وتم نهو عدد 55 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 73.6 في قطاع التنمية المحلية 3 مشروع تم البدء في 3 مشروع وتم نهو 3 مشروع بنسبة تنفيذ 100% بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تمت قرية كفر داوود قرية الحمرة قرية بني سلامة قطاع الزراعة 3 مشروع تم البدء في 3 مشروع نسبة التنفيذ الإجمالية 100% بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تم نهوها قرية بني سلامة قرية الحمرة قرية كفر داوود قطاع الشباب والرياضة عدد 7 مشروع بمتوسط نسبة تنفيذ 87.3 مقسمين إلى عدد 4 مشروع إنشاء جديد بمتوسط نسبة تنفيذ 77.7 وعدد 3 مشروع رفع كفاءة بمتوسط نسبة تنفيذ 100% بعض الصور اللي بتوضح لحضرتك الأعمال التي تمت قرية كفر داوود مركز شباب رفع كفاءة مركز شباب بني سلامة رفع كفاءة قرية الحمرة مركز شباب رفع كفاءة في قطاع مياه الشرب 19 مشروع مقسمين إلى 5 مشروع مد خطوط مية بطول إجمالي 59.8 كيلومتر بنسبة تنفيذ متوسطة 96% عدد 5 محطة تحلية وتنقية مياه من عدد 9 بئر بنسبة تنفيذ محطات 32% عدد 9 بئر جوفي
بنسبة تنفيذ 100% يا فندم. متوسط نسبة التنفيذ لقطاع مياه الشرب 81.8، تم الانتهاء من عدد 13 مشروع، 4 خط مياه و9 بئر مياه. ده خط طرد صلاح العبد يا فندم، وده خط مياه بني سلامة، دي محطة تحلية بني سلامة اللي سيادتك بتشتغل على الآبار الجوفية، دي محطة تحلية الحمرة تحت الإنشاء وحفر آبار، وده سيادتك بئر في بني سلامة. قطاع الصرف الصحي بإجمالي عدد مشروعات 46، نسبة التنفيذ المتوسطة 79.2، مقسمين إلى 15 خط شبكات انحدار بطول 156.2 كيلو متر طولي، متوسط نسبة التنفيذ 99%. ويمكن سيادتك جميع الخطوط اللي في وادي النطرون تم تسليمها بنسب فوق 80% و90% لشركة المية، وبتشتغل معانا بالتزامن وصلات منزلية عشان نسرع سيادتك إجراءات العمل في باقي المرافق. محطة معالجة بنسبة تنفيذ متوسطة 30%، 15 رافع بنسبة تنفيذ متوسطة 50%، 15 خط طرد بنسبة تنفيذ متوسطة 85%. تم نهو عدد 21 مشروع، 13 شبكة انحدار و8 خط طرد. دي بعض الصور يا فندم اللي بتوضح لحضرتك الأعمال اللي بتتم في قطاع الصرف الصحي. محطة رفع عزير، محطة رفع مدينة الحمراء، قرية الحمراء، خط انحدار كفر داوود، خط انحدار صلاح العبد، خط طرد الشهداء، محطة معالجة الإمام مالك. قطاع الصحة 21 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 78.3، مقسمين إلى عدد 7 مشروعات إنشاء جديد و3 مشروعات رفع كفاءة و11 مشروع تطوير. وال21 مشروع هم 9 وحدة صحية و12 نقطة إسعاف. نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 53.4، ونسبة تنفيذ نقاط الإسعاف 97% بنسبة تنفيذ متوسطة 78%، وإجمالي ما تم الانتهاء منه عدد 11 مشروع. دي بعض صور المشروعات التي تم نهوها بنسبة 100%، قرية الهدى والتقوى، بني سلامة، قرية عبد عظيم زاهر، قرية الحمرة الكيلو 2 على طريق ضبع يا فندم، قرية بني سلامة، السادات، وحدة طب أسرة من الخارج ومن الداخل. قطاع التضامن الاجتماعي عدد 3 مشروع، تم البدء في جميع المشروعات، 3 إنشاء جديد، متوسط نسبة تنفيذ 40%. وإحنا القطاع ده سيادتك إحنا مركزين عليه شوية عشان بدأ معانا متأخر، بس إن شاء الله بإذن الله طبقا لتوجيهات الهيئة الهندسية والمنطقة الشمالية نهو جميع المشروعات الإنشائية 30/9 بإذن الله. هيتبقى فقط مشروعات محطات المعالجة والإلكتروميكانيكال بنهاية 2022 بإذن الله في شهر 12. بعض الصور اللي هتوضح لحضرتك أعمال قطاع التضامن الاجتماعي في قرية الحمراء، مركز تأهيل، مركز تنمية الأسرة والطفولة في كفر داوود، مركز تنمية الأسرة والطفولة في بني سلامة. قطاع الكهرباء 7 مشروع بنسبة تنفيذ متوسطة 30.1. بعض الصور اللي هتوضح لحضرتك حجم الأعمال اللي هيتم تنفيذها. احنا بدأنا يا فندم في جميع الموزعات وأواعد المحولات كاملة، بدأنا سيادتك نرسم الخطوط اللي هنمد فيها الكابلات إن شاء الله بالتزامن مع بدء الأعمال على الأرض. قطاع الطرق عندنا 4 مشروع يا فندم
بإجمالي طول 18.5 كيلومتر طرق أسفلتية بعروض من 6 ل 10 متر بنسبة تنفيذ متوسطة 25. وكل المشروعات دي هتشتغل بالتزامن مع أعمال البنية التحتية. احنا سيادتك بدأنا في بعض الأعمال، تكسير الأسفلت سيادتك وتمهيد الطرق، ودي بصراحة فندم ساعدت شبكات الصرف والمية ان هي تشتغل، ودخلت الغاز يبدأ يشتغل معانا والاتصالات. مشروعات حياة كريمة يا فندم اللي بتشرف عليها الهيئة الهندسية اللي هتكون على مزار سيادتك النهاردة، على طريق مسار زيارة سيادتك النهاردة بإذن الله في قرية كفر داود. نتحرك من قصر الثقافة بطول 1.2 كيلومتر، هناخد يمين يا فندم بطول 1 كيلومتر، بعدين سيادتك هنتحرك في طريق 750 متر، لما نوصل سيادتك أول نقطة بإذن الله يا فندم سكن حياة كريمة، بعدها يا فندم مجمع خدمات كفر داود، بعدها مجمع الزراعي، بعدها الجمعية الزراعية، بعدها سيادتك في طريق عودة حضرتك إن شاء الله هيظهر مركز الشباب، وبجواره يا فندم مركز تنمية الأسرة والطفولة تحت الإنشاء والعمالة، حجم العمالة اللي فيه. هيتبقى يا فندم في كفر داود تطوير مركز شباب كفر داود ومحطة رفع كفر داود وخط الطرد وشبكة الانحدار باقي المشروعات. الموقف التنفيذي للمشروعات بقرية كفر داود إجمالي عدد المشروعات 10 بنسبة تنفيذ متوسطة 72.8 في قطاع التنمية المحلية مشروع، قطاع الزراعة مشروع، قطاع الشباب والرياضة 2 مشروع، قطاع الصرف الصحي 3 مشروع، والتضامن الاجتماعي مشروع، والكهرباء والطرق 2 مشروع. بعض الصور يا فندم اللي بتوضح لحضرتك المشروعات اللي تم نهوها واللي جاري تنفيذها بقرية كفر داود. ده سيادتك مجمع الحكومي بقرية كفر داود هيشرف بزيارة حضرتك النهاردة إن شاء الله. مجمع الزراعي بكفر داود بنسبة تنفيذ 100%. مركز شباب قرية كفر داود، إنشاء جديد لمركز شباب حي مبارك، ومحطة رفع قرية كفر داود بنسبة تنفيذ اعتيادي 90%، وتم التعاقد على توريد أعمال الإلكتروميكانيكال إن شاء الله هتركب في شهر 10 بإذن الله. مركز تنمية الأسرة والطفولة نسبة تنفيذ 5%، مخططناه بإذن الله فندم 30/9/2022. إحلال وتجديد شبكات قرية كفر داود كهرباء، ودي أعمال الطرق اللي تمت في كفر داود بنسبة تنفيذ 25% بطول 1.6 وعروض مختلفة 10 متر. الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في مشروع حياة كريمة تحت إشراف الشعبة الهندسية المنطقة الشمالية العسكرية عدد 85 شركة وطنية، عدد 19 مكتب استشاري. أطمن حضرتك يا فندم على مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية، تم التنسيق يا فندم مع المحافظة على جميع قطع الأراضي بعد ما تم درج عدد 2 مركز إيتاي البارود والدلنجات يكونوا في مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية. توفير قطع الأراضي بالتنسيق مع محافظة البحيرة، تم التنسيق برضو يا فندم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على المشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم إسنادها لمكاتب استشارية لتنفيذ أعمال الدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة. سكن كريم يا فندم اللي بتشرف على تنفيذه إدارة المهندسين العسكريين في سيادتك 9 نقط، وادي النطرون 3 نقطة، كفر داود وبني سلامة والحمرة وجميعهم عدد العمارات فيهم 4، كفر داود زهرة البحرية 6 عمارة، أبيس السادسة 3 عمارة، بركة غطاس في أبو حمص 4 عمارة، زاوية غزال في دمنهور 6 عمارة، الكوم الأخضر في حوش عيسى 3 عمارة،
الكردود 6 عمارة وستك النقط متوضحة المختلفة في 5 مراكز. عدد العمارات اللي هيتم تنفيذها 40 عمارة بإجمالي 320 وحدة سكنية، 320 حظيرة بنسبة تنفيذ متوسطة 60%. ده شكل ومساحة الوحدة اللي بيتم تنفيذها بمساحة إجمالية 100 متر مربع، ده فيها استقبال ومطبخ وحمام وثلاثة غرفة نوم. نموذج لمجمع الحظائر 8 حظيرة يا فندم في مبنى واحد، مساحة الحظيرة الواحدة 15 متر مربع. مساحة القطعة يا فندم في وادي النطرون هنا سيادتك اللي هتشرف بزيارتها هتبقى 4200 متر مربع فدان تقريبا، النسبة البنائية فيها 32%، 4 عمارة 200 متر مربع، وحدات سكنية 32 وحدة و32 حظيرة. ده شكل سيادتك العمارات والمنفذة حاليا على الواقع بنسبة تنفيذ 67%. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم.